السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحي وخليله وصفوة من عباده نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أبدي حديثي بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث بصفتي قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وهي محكمة دولية مكملة لنظيرتها محكمة العدل الدولية والتابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة، وبها مجلس حقوق الإنسان التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة، وأتمتع بالحصانة المنصوص عليها في إنكوادور الدولية، وكذلك أنا مستشار تحكيم تجاري دولي في لجنة حقوق الإنسان بغرفة التحكيم، وكذلك عضو الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية، والتابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهي هيئة عربية دولية تابعة لجامعة الدول العربية، وكذلك زميل كلية كويتي كوليج بالإشراف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حديثي عن الشيكات، وهو الشيك هو من أكثر الأوراق التجارية استخداماً، لأنه يستخدم كوسيلة للدفع، ولكن أيضاً لأنه الورقة التجارية الوحيدة المحمية في بعض الدول العربية بأحكام قانون العقوبات، والذي عزز الثقة في الشيكات كطريقة للدفع، ونتيجة لذلك استخدمت الشيكات لعقود في الأسواق المحلية لكل دولة كنوع من أنواع الضمان. الأمر الذي يعد جريمة جزائية وعقوبتها مكلفة من الناحية المادية والمعنوية والأخلاقية، لذلك أرى أن من الضروري تسوية النزاع بالطرق السلمية بشكل صحيح، والتعامل مع المواقف التي ترجع فيها الشيكات مع كيفية إجراء الصلح عليها دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، مع التعاون التام مع مكتب المخاطر بالمصرف المركزي أو أي سلطة مختصة، مع العلم أن الشيك في حقيقة الأمر يقوم بدور بالغ الأهمية بين التجار والمستثمرين بوصف أداة وفاة تجري مجرى النقود، وهو في هذه الناحية العملية يقاير الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيولات والسندات الإذنية، إذ أن هذه الأوراق أدوات ائتمان لا تستحق السداد إلا بعد مضي فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر. أما الشيك فأداة وفاة تسوى بها الديون، ويقوم بوظيفة النقود في التعامل بين الأشخاص، إذ أنه واجب الدفع بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه. ولذلك
حرصت جميع التشريعات الحديثة على نزع الصفة الإجرامية عن الشيك بدون رصيد وتجنح التشريعات المعاصرة في إخراج الشيك بدون رصيد من تحت طائلة العقاب. فإن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مجموعتان متميزتان من القواعد القانونية، لكنهما متكاملتين، ويعني كلاهما بحماية أرواح الأفراد وصحتهم وكرامتهم. إن ثمة اتفاق عام على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا الإعلان الذي اعتمد منذ 60 عاما تقريبا كان مصدر إلهام لمجموعة ضخمة من المعاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الإلزام القانوني، وكذلك الموضوع تطوير حقوق الإنسان على صعيد العالم بأسره، وهو لا يزال قياسا نهتدي به جميعا، سواء عند التصدي للمظالم أم في المجتمعات التي تعاني من القمع، أو عند بذل تلك الجهود الرامية إلى تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان. وأنا أرى بأن لا يقتصر أثر الخسارة في العمل والتعثر في السداد الديون على الشخص نفسه، بل يمتد ليطال أسرة بأكملها، وتتضاعف المعاناة على المدين المتزوج الذي يعيل أسرة عندما يضطر لتركهم أن تخلف عن السداد وأصبح مطلوبا للتحريات وللقضاء، واختار الفرار أو يكون خلف القضبان أو مختبئ. بهذا تكون العائلات في مهب الريح، وخاصة الزوجات بعد أن كانوا في وضع جيد بوجود رب الأسرة المعيل الوحيد لهم من بعد الله. وهذه صدمة نفسية لابد للحكومات أن تنتبه لهذا. فالشيكات المرتجعة محمية بالقانون، لذلك تشكل تهديدا للحياة الأسرية والاستقرار المجتمعي، ومساسا بحق إنساني أصيل بالعيش والأمن والأمان من أثر الأحكام بالسجن والقرامات. وهذه المعاناة التي تقيد المدينين وتحدد من قدراتهم على الاستمرار في العمل وإعالة أنفسهم وعوائلهم، أصبحت مدخلا للمشاكل النفسية والاجتماعية كبيرة. فإن على الدول دراسة أحوال المعسرين والمتعثرين ماليا والقارمين وأصحاب النفقة ومنهم خلف القضبان والهاربين والمختبئين والمطلوبين ومن ملفاتهم أمام القضاء، دراسة أحوالهم وأحوال أسرهم تجنبا للأزمات الاجتماعية والإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.